أنا اسمي محمد علي عبد المعطي، عندي 55 سنة. أنا أكبر طالب حاصل على الثانوية العامة في 2020. أنا بالنسبة لي السن مش هو المشكلة، السن بالنسبة لي ما هو إلا رقم، لا أكثر ولا أقل. أما بالنسبة لطموحي، أنا طموحي كبير جدا وعندي أهداف عايز أحققها، أو أماني، بلاش نقول أهداف، أمنيات عايز أحققها. هم أربع أمنيات عايز أحققهم، وإن شاء الله هي أول أمنية خلصت، إن شاء الله ربنا يوفقني في الثلاثة الباقيين، أخش كلية حقوق وأخد الليسانس، وبعد كده أحضر ماجستير، وإن شاء الله ربنا يوفقني وأحضر دكتوراه بإذن الله. يعني بإذن الله ربنا يسهل. طبعا في ناس هتقول لك يعني ده راجل مجنون بيتكلم عنده 55 سنة وبيتكلم في أقل مرحلة في المراحل ديت 4 سنين، يعني 3 مراحل، يعني بيتكلم مثلا في 12 مرحلة في 12 سنة على الأقل خالص، يعني هيكون عنده يجي 67 سنة ولا بتاع، يكون دخل على 70. أنا ما عنديش مشكلة، وأنا زي ما بقول وأقول تاني، السن بالنسبة لي رقم لا أكثر ولا أقل. طول ما أنا عايش لازم أحقق طموحاتي. من 40 سنة حصلت ظروف ما مكنتنيش إن أنا أخش ثانوي عام، فدخلت معهد فن صناعي اللي هو معهد سالزيان دون بوسكو الإيطالي، والحمد لله اتخرجت منه ومشيت في الحياة. وطبعا أنا متزوج وعندي 4 أولاد، عندي علي الكبير في الجامعة، ونريمان في ثانوي، وفاطمة في ثانوي، والصغير بقى آخر العنقود عمر دوت في 5 ابتدائي، وعندي زوجتي، والحمد لله يعني حياتي الحمد لله في نعمة يعني من عند الله. موضوع ان انا يعني ايه اللي خلاني افكر، التفكير كان موجود من زمان، بس كل مرة باجي اقدم على الموضوع يعني بيحصل حاجة بتخليها اقول ايه طب السنة الجاية. لحد ما من حوالي 3 سنين وزيادة بنتي نريمان هي اللي شجعتني على الموضوع بصراحة، يعني وقالت لي ليه يا بابا ما نذاكر سوا انا وانت ونبقى مع بعض ونشجع بعض. وفعلا رحت وقدمت سنة اولى والحمد لله ربنا كرمني، وتانية نفس القصة، وتالتة والحمد لله. على فكرة انا الموضوع بتاع المذاكرة وبتاع الثانوية العامة ما كانش حد يعرفه خالص تقريبا غير اقرب المقربين ليا، يعني في ناس كتير من اصحابي ومعارفي وولاد عمامي فوجئوا بالموضوع لما لقوا الموضوع نزل على الميديا. انا ما كنتش قايل لحد خالص، كنت بخلي الموضوع في كتمان. وبعض من الناس حتى بعد موضوع النجاح دوت وبتاع جت قالت لي يا عم هو بعد ما شاب ودوك كتاب، بس طبعا كلام انا مش في دماغي لان رميته ورا ظهري، مش فارق معايا. يعني الواحد لو هيسمع للناس اللي زي كده مش هيتحرك ولا هيعمل اي حاجه، هيبقى محله سر، وانا ما بحبش كده. انا راجل عندي طموح وما بحبش حد يعطلني عن طموحي. اللي انا فيه، انا مريض قلب، انا عامل قلب مفتوح مغير الصمام المترالي. فطبعا موضوع الكورونا ده يعني اللي عنده مرض ومرض مزمن، لان ده يعتبر مرض مزمن بالنسبه لي، اكتر الناس معرضين للاصابه اللي هم اصحاب الامراض المزمنه. بس الحمد لله انا برضو يعني مش في دماغي، انا كان دماغي في اهم حاجه ان انا اوصل واحقق احلامي، لان يعني الثانويه العامه بالنسبه لي كانت عنق الزجاجه، بالنسبه لي انا عنق الزجاجه، لان هي اللي هتعديني على مرحله اللي هي اللي انا عايزها، اللي هي اخش كليه حقوق واخد ليسانس حقوق ان شاء الله من جامعه القاهره باذن الله. وانا كنت اتمنى ان يكون والدي موجود معايا اليومين دول، هو توفاه الله في شهر 2 السنه اللي فاتت الله يرحمه، كنت اتمنى ان هو يكون موجود معايا في اليومين دول، لاني انا والدي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا جدا جدا، يعني فوق ما اي حد يتخيل، لاني انا والدتي توفت من حوالي 40 سنه، كنت ايامها حوالي 35 سنه، كنت ايامها في الجيش تقريبا او ايه مش فاكر، يعني توفت ساعتها الله يرحمها. يعني ف والدي اكتر حياتي كنت يعني، وعلى طول كنت بستشيره في اي حاجه على فكره يعني، وحتى كنا نقعد نهرج مع بعض الله يرحمه، يعني يقول لي انت يعني داخل سنه دلوقتي وانا ما علمتكش. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان معالي الوزير يكرمني مع الطلبه الاوائل اللي هيكونوا موجودين، ويكون ليا الشرف بالسلام عليه وجوده، وانا ابني من ابنائه، يعني بصرف النظر عن السن انا اعتبر ابني من ابناء معالي وزير التربيه والتعليم. وحاجه ثانيه انا كنت بتمناها طبعا، ان موضوع لو التنسيق لا قدر الله ما تنسيقي ده مجموعي ما جابنيش في التنسيق،
هو القاهرة ان يكون في استثناء ليا من معالي وزير التعليم العالي، او ان انا اخش من ضمن شريحة الميت منحة اللي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال عليهم، وطبعا اعملهم للاوائل. انا اتمنى ان اكون واحد مستثنى ومن ضمنهم يعني. وطبعا انا كنت امنيتي ان انا اسلم على الرئيس عبد الفتاح السيسي.